السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة معانا فيديو جديد وخبر جديد، وزي ما متعودين هنصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خبر اللي معانا النهاردة: انا لله وانا اليه راجعون. انتقل الى رحمة الله تعالى الكاتب والصحفي والممثل عويد العتيبي. هنعرف تفاصيل الخبر مع بعض، بس يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. سبب وفاة عويد العتيبي: يعتبر عويد العتيبي واحد من الشخصيات المعروفة في المملكة العربية السعودية، خصوصا انه من الذين امتلكوا العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي والتويتر على وجه الخصوص، هذا بالإضافة إلى كونه من الكتاب المميزين جدا الذين يمتلكون مجهودا عريضا، وهذا نظرا لما يكون بتقديمه من جمل تعبر عن الداخل الإنساني وما فيه من مشاعر لا يعبر عنها الكلام العادي ولا الطبيعي. عويد العتيبي تعرض إلى وعكة صحية شديدة في الفترة السابقة، وكان بيقاوم مرض السرطان، وفي الفترة الأخيرة دي في الساعات الأخيرة انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز 30 عام. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. ياريت كلنا ندعي له بالرحمة والمغفرة. طلبة منكم كلكم تقروا له الفاتحة وتدعوا له ربنا يثبته ساعة السؤال. لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.